نعمة. بسم الله. فضلي. نعمة ببسة، فرحتنا بحضورك اليوم، ما يمنعناش باش نكونوا فضولين شوية ونسألوك على فضولين؟ أسوأ فترة مريتي بها وما تتمنيش تعيشيها مرة أخرى، تقدري تصرحينا وتفرغي لنا قلبك. ما جابش مع النوادر تاعها؟ يا ودي ما نقدرش، وفاة شوف الوالدين ما يغلاوش على مولاهم الله يرحمهم، هي أصعب محنة وما نقدروش نقولوا بلي تعاود ترجع لنا من تمنا، باسكو أنا دي بارون ماتوا الله يرحمهم ترحموا عليهم، هو كان المرض صح. المرض كان الحمد لله يجي من عند ربي، كانت سيتي ان تونيل نواغ في حياتي، وما نقدرش نقول انه ما نتمناش نعيشها مره ثانيه اخرى، باسكو كذا مره عاودت عشتها، سيت ان كومبا كو جو سو ان تران دو فير دوبوي 27 ans و جو ترانسمي ا تو لي مالاد دو سيت مالادي انه لو سيستيم ايمونيتير تاعهم يطلع بلو كوراج. ويعني المرض هو كان اصعب شيء اللي عشته في حياتي، باسكو جاني صغيره بزاف دونك، والحمد لله انه ربي زاد لي في العمر وزوجت ولادي راهم ولادهم الحمد لله. ويا يو دي ريسيديف، ما نحبش نهضر، جو لي با ميدياتيزي باش لي فام اللي راهم يشوفوا فيا ان اسبوار ما نحبطلهمش المورال، ما نقول لهم لا في كونتينيو والاجل هو اللي يقتل. وكاين ثاني دوتر تروك دي بسيكو، يعني على بالك يروحوا الوالدين تتفتت شويه العائله تشد ركيزه، دونك ان شاء الله ربي يطيح الحنانه بين الخواتات وبين العائله ان شاء الله. فوالا يا بوكو بروبليم. شوفي كلمه لخوتك في هاتك لعائلتك، قول لهم نتمنى لهم ان شاء الله ربي يحنن القلوب ان شاء الله. وش نقدر نقول؟ ان شاء الله يجمع شمنا وربي يهنيهم، باسكو يعني كي تصرا لهم حاجه مالغري جو سوي لا بلو جون دو لا فامي، مي راهم كي بناتي، انا صغيره فيهم مي هما كي بناتي. الله يرحم الصوت الفنان عبد الحميد عبابسه، الله يرحمه، الاب تاعك الوالد تاعك الله يرحمه ويرحم الوالده ويرحم كل